بيحضر معي مدير التربية للحديث عن حدث اليوم المتعلق بامتحان تقييم مكتسبات البكالوريا التجريبي وشهادة تعليم المتوسط التجريبي. مرحبا بك أستاذ. شكرا، مرحبا بكم. الآن أنتم على مستوى ثانوية الخليفة، هذا اليوم الذي تزامن امتحان تجريبي لشهادة البكالوريا، وستلاحظون استلام التلاميذ لاستدعاءاتهم متعلقة بشهادة امتحان شهادة البكالوريا وكذا المكتسبات. طبعا المكتسبات هو يدخل في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية المتضمن إعادة النظر في برامج قطاع التربية وتقييمه. نحن كما تتبعتم أننا في السنة الماضية بدأنا لهذا الامتحان أو تقييم مكتسبات التلاميذ عوض الامتحان الذي كان يجرى في السابق، وهذه السنة سيد وزير التربية الوطنية عقد ندوة وطنية لتقييم ما مدى يعني نجاح هذا الامتحان وهو امتحان تقييم. طبعا هناك الجديد هو تقليص المدة من ناحية 12 يوم أصبحت 3 أيام. ثانيا بدأنا في هذه العملية من يوم 14 أفريل، لأن تسبق هذه العملية عدة عمليات شفوية لغير ذلك، فهذه الأيام 12 و13 و14 هو تقييم الكتابي للمكتسبات. طبعا يلي هذا التقييم إن شاء الله سيرافق تلاميذنا دفاتر ترافقهم إلى التعليم المتوسط حتى يتمكن الأستاذ من تشخيص وتقييم والوقوف على نقائص التلاميذ على مستوى يعني التعليم المتوسط، حتى يتمكن الأساتذة من معالجة هذه النقائص والوقوف على مدى يعني حسب المادة وحسب القدرات للتلميذ. طبعا في ولاية بومرداس هناك 28,085 مترشح لهذا الامتحان وتقييم المكتسبات موزعين على 422 مدرسة ابتدائية. كل الظروف مهيئة، الشكر موصول إلى موظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم على مستوى التعليم الابتدائي لتفانيهم ولقيامهم بواجباتهم تجاه أبنائهم وبناتهم، وكذا السلطات المحلية وعلى رأس السيدة الوالية التي ترافقنا في كل وقفات هذا الامتحان، والإشراف والمتابعة الشخصية للسيد وزير التربية الوطنية الذي يتابع في هذه الامتحانات يعني قريبا ساعة بساعة يتابعها حتى نتمكن من تحسين الظروف على مستوى المؤسسات. هو امتحان عادي على مستوى كل هذه المدارس البدائية، يدوم 3 أيام، هناك تقليص في المدة، هناك تشخيص لقدرات أبنائنا سواء تعلق الأمر من طرف أوليائهم ليتابعوا أبنائهم طيلة مسارهم الدراسي، وكذا أيضا الأساتذة على مستوى التعليم المتوسط. وهذا التقييم طبعا وجد نجاحه حتى في نسب النجاح، ويدخل في إطار تنفيذ كما ذكرت برنامج السيد رئيس الجمهورية، لأن لأول مرة أننا ذهبنا إلى مثل هذا الامتحان وهو تقييم مكتسبات التلاميذ. تعليم النوعي. أستاذ، في حالة الغياب يعني هو الغياب ممنوع، الحضور إجباري، الغياب ممنوع ولا يحسب يعني بنقطة عددية وإنما بملاحظة. في حال غياب تلاميذ لعذر ربما حالة اجتماعية صحية، كيف يتم تعويض التلميذ بامتحان آخر؟ هو المنشور رقم 48 لم يترك مجال لكل هذه التساؤلات. نحن على مستوى الميدان هناك 46 مقاطعة بيداغوجية تصرف على كل هذه يعني سير عملية تقييم المكتسبات، تعالج في آنها وفي وقتها، ولم نحرم أي تلميذ للوصول إلى مبتغاه وهو نجاحه إلى السنة الأولى متوسط إن شاء الله. إذن هذا الحدث التربوي الأول. الحدث التربوي الثاني هو انطلاق البكالوريا التجريبية على مستوى كل الثانويات الخاصة والعمومية. كيف صارت الأمور؟ ونشوف تقريبا مشابه إلى حد كبير للبكالوريا الرسمي، لماذا؟ أكيد نحن نسميها بكالوريا تجريبية، يعني بنفس المقاييس وبنفس الإجراءات وبنفس يعني الاهتمام على مستوى كل مؤسسة تربوية. هناك 54 ثانوية، هناك امتحانات تجريبية لهذه الامتحانات تنطلق أيضا يوم 12 ماي. كما تلاحظون الأبناء هم يعني مستعدون وجاهزون لإجراء امتحان شهادة البكالوريا إن شاء الله يوم 9 إن شاء الله يوم 9 جوان، وأوليائهم أيضا يرافقونهم. وأنا طلبت في عدة مناسبات مرافقة الأولياء لأبنائهم، مرافقة بيداغوجية، مرافقة حتى يحس التلميذ أن هناك اهتمام به من طرف أوليائهم، وكذا أيضا على مستوى قطاع التربية كل الموظفين الأساتذة والمديرين وكل العاملين بقطاع التربية هم الآن جاهزون لاستقبال أبنائهم وبناتهم لإجراء مثل هذا الامتحان التقييمي إن شاء الله، تحضيرا للامتحانات الرسمية يوم 9 جوان إن شاء الله، الذي نتمنى فيه أن يجتازوا التلاميذ. احنا نعتبر هذا الامتحانات وقفات أفراح،
وقفه افراح لابنائنا نحصد فيه نتائج السنه الدراسيه منذ سبتمبر لغايه اليوم، ولذلك نحن حصادنا ونتائجنا هي في تكمن في هذه الامتحانات. أستاذ، كما يعني أكد وزير التربية في آخر ندوة صحفية، أعلمنا أنه سيتم الإبقاء على المؤسسات التربوية مفتوحة بعد الامتحانات أكيد. للمراجعة للتلاميذ أقسام النهائي نعم. مع أساتذات. نعم، تعليم سيد وزير التربية الوطنية والتي تصب في فائدة أبنائنا وبناتنا هي مؤسساتنا تبقى مفتوحة طيلة هذه الأيام إلى غاية الانطلاق في الامتحانات الرسمية، وذلك حتى يتمكن التلاميذ بمواصلة دعمهم وأسئلتهم مع أساتذتهم على مستوى الثانويات وحتى في المتوسطات بالنسبة للسنوات الرابعة، ولذلك نحن نحترم هذه التعليمة ونطبقها ومؤسساتنا مفتوحة والأساتذة موجودين في المؤسسات التربوية. ولاحظتم في هذه الثانوية أن الأساتذة هم الآن على مستوى يعني المؤسسة ينتظرون أبنائهم في يعني باش يرفقوهم، وإن شاء الله هدفنا كما ذكرت هو أننا نحصد أكبر نسبة يعني من النجاح إن شاء الله، وتعم أفراح في بيوت الجزائريين والجزائريات إن شاء الله. موازاة مع هذه العملية راني نشوف الإدارة راهي يعني تقوم بتوزيع كشوف يعني استدعاءات الامتحان الرسمي، يعني كل يعني هي مهمة تقع على عاتق إدارة المؤسسة. نعم، أنتم الآن تتبعتم على مستوى فضاءات وزارة التربية الوطنية بالنسبة للأحرار هم يعني مسؤولين على سحب هذه الاستدعاءات، أما على مستوى المؤسسات التربوية فمدراء المؤسسات مكلفون بسحب هذه الاستدعاءات وتوزيعهم بصورة نظامية على مستوى التلاميذ، وهذه عينة من يعني مجموع ثانويات متواجدة عبر إقليم ولاية بومرداس. جزيلا أستاذ على كل هذه التفاصيل، نتمنى التوفيق إن شاء الله للتلاميذ بالنجاح. إذا كانت هذه تفاصيل حدث التربوي لنهار اليوم المتمثلة في امتحان تقييم المكتسبات وامتحان البكالوريا التجريبي. البكالوريا التجريبي كما ذكر مدير التربية هو مشابه لحد بعيد البكالوريا الرسمي، موضوعين للاختيار ونصف ساعة إضافية لاختيار أحد المواضع. إذا دون إطالة أحيل إليك الكلمة زميلتي أحلام. جزيلا.